السلام عليكم، مرحبا بالمتتبعين ديالي اللي كيتابعوني دائما وكيشجعوني وكيشجعوني باللايكات. كنشكركم على التعليقات ديالكم، وكنتمنى تكون هذيك الدروس اللي كننزل هي دروس مفيدة وكتفيدكم اكثر. شكرا لكم بزاف وحفزتوني اكثر. ما كنتش كنتصور ان الفيديو غطلع نسبة المشاهدة ديالو لهذا العدد اللي وصلت ليه، يعني كنت ما كنتظرش هكا، ولكن الحمد لله. لكن انا طالعه، فانا القناه ديالي كتنجح فهي بالفضل ديالكم. سمحوا لي لغبت عليكم هاد الايام، كانت عندي ظروف خاصه، كان الوالد ديالي مريض، كنطلب من هاد المنبر كنطلب ليه الشفاء ودعيوا معاه بالشفاء ان شاء الله بدعاء الغائب. شكرا لكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد غنهضر على تعبئات المذكره اليوميه خلال الاسبوع التشخيصي. كنتمنى تفيدكم، واللي بغى شي حاجه يطلبها مني تركها ليا في التعليقات، راها كنقراها وكنستسمح الا ما جاوبتش عليها لانها كتكون كثيره، ولكن انا راه كنطالع عليها كامله. المذكره اليوميه اللي غنعطيكم انا اليوم هي مذكره خاصه بالمستويات الثالث والرابع اللي عرف تغيير في المقرر ديالو بالمغرب، يعني كاين واحد التغيير كبير هاد السنه وغنحاول نغطي هاد الحدث ان شاء الله. اذا انا غنبدا باسبوع تشخيصي المذكره كيفاش غتعبئ بالنسبه للمستوى الثالث والرابع والخامس والسادس. وكنشكر كل المجهودات ديال الاساتذه اللي قاموا بهذا المجهود هذا وبداو كيساعدوا الاخوان ديالهم. اذا المذكره هي كالتالي، غتبدا من يوم الاثنين، يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، يعني كتوضع التاريخ في المذكره اليوميه الخاصه بك. طابلو دو بور، سي ان طابلو دو بور، هذيك المذكره ها سي ان طابلو دو بور. اذا هذا بالنسبه للمادات الفرنسيه، كنهضر على المادات الفرنسيه. كترسم ان طابلو، تو ديسين ان طابلو، دونك البروميير كولون اون لوغير، دوزيام كولون سا سي بور لو نيفو، تروازيام كولون سي ماتيير ou semaine, objectif pédagogique. Et dans le niveau 3e, le niveau 3e année, à propos de du maths, donc les objectifs pédagogiques sont تعرف وكتابة الأعداد الصحيحة الطبيعية المكونة من 3 أرقام. إذن هذا هو الدرس اللي غتقوم بالمراجعة ديالو، يعني مراجعة الدروس من أجل تمرير الرئيس. يعني قبل ما نمر الرئيس هذا أسبوع خاص بالمراجعة وتثبيت المعارف اللي هي فقدها التلميذ. بالنسبة للمستوى الرابع، دائما في الأسبوع الأول بروميير سومان عندنا كتراجع تعرف وكتابة الأعداد الصحيحة الطبيعية المكونة من 4 أرقام، ترتيب الأعداد الصحيحة الطبيعية المحصورة بين 0 و9999. اذا هادو هما الدروس، هادو هما الاهداف اللي خصك تحقق في المراجعه ديالك. بالنسبه للاكسبرسيون اورال او نيفو 3ايام اني، سالوي اي رميرسي، سيتي بار اوردر لي جور دو لا سيمين، ديستينغي اي نومي دي كولور دي فورنيتور سكولير دي فروي دي ليغوم دي انيمو اكسيتيرا. Au niveau du 4e année, donc on a les objectifs se présenter, citer par ordre les jours de la semaine et les mois, produire des énoncés oraux exprimant des actes de langage à partir des situations de communication. Donc ça c'est pour l'évaluation diagnostique de première semaine. Donc pour le 5e année, Riyadiyat بالنسبة للقسم الخامس، حساب مجموع وفرق عددين صحيحين طبيعيين في وضع عمودي على ألا يتعدى المجموع أو الفرق 5 أرقام، حساب جداء عددين صحيحين على ألا يتعدى الجداء 5 أرقام. إذن هادو هما الهدفين لي زوبجيكتيف ديال اللي غتراجع في الرياضيات خلال أسبوع تقويم تشخيصي. بالنسبة للخامس والسادس هما نفس الهدف عندهم. بالنسبة للقسم الخامس compréhension de l'écrit, on a reconnaître les composantes d'un texte narratif, descriptif
ou informatif. Auteur, référence, titre, sous-titre, paragraphe, etc. Donc ça c'est pour 5e année. Pour le 6e année, relever dans un texte les informations explicites, personnage, lieu, temps, acte, action, objet, décrit et d'autres informations. Pour deuxième jour, mardi 11 septembre 2018, donc on a pour le niveau 3e année, Riyadiyat. Ça c'est pour deuxième jour. On a إذن الهدف ديال الرياضيات بالنسبة للمستوى الثالث ترتيب أعداد صحيحة طبيعية محصورة بين 0 و 999. بالنسبة للنيفو 4e année القسم الرابع ابتدائي، إذن الهدف ديال الدرس اللي غنراجعو في خلال الأسبوع التقويم التشخيصي هو حساب مجموع وفرق عددين صحيحين طبيعيين في وضع عمودي على أن لا يتعدى المجموع أو الفرق 4 أرقام. Pour la lecture 3e année, identifier des graphèmes et des mots simples. Lire des syllabes et des mots simples. Donc, ça c'est pour la révision de la lecture. Pour la 4e année, identifier des syllabes, lire des mots et des phrases simples. Mettre en ordre des mots pour obtenir une phrase. Ça, c'est pour 4e année, première semaine. Toujours, ça, c'est pour 12e jour. Pendant l'évaluation diagnostique, la semaine d'évaluation diagnostique. Le Qasm al-Khams, niveau 5e année. Riyadiyat, 5e année et 6e année. Riyadiyat, Hisab Kharij Adat Sahih, Mukawan Min Rakmein, Aoutalata, Ala Adat Sahih, Mukawan Min Rakm ou Rakmein. Pour 5e année, la grammaire, reconnaître et utiliser des signes de ponctuation, reconnaître le groupe nominal et le groupe verbal dans une phrase simple, accorder le déterminant ou l'adjectif avec le nom. Pour 6e année, reconnaître les types de la phrase, reconnaître et identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect d'une phrase simple. Accorder le verbe et ou l'adjectif avec le nom. Pour le mercredi 12 septembre 2018, pour le niveau 3e année, عندنا الهدف لوبجيكتيف بيداغوجيك ديالو هو حساب مجموع وفرق عددين صحيحين طبيعيين في وضع عمودي على ألا يتعدى المجموع أو الفرق 3 أرقام. بالنسبة للقسم الرابع الهدف اللي غتعمل عليه باش تراجع ليهم الدروس هو حساب جداء عددين صحيحين على ألا يتعدى الجداء 3 أرقام. تحديد الأشكال المتماثلة ومحاور تماثلها. Pour l'écriture, troisième année, c'est copier une syllabe ou un mot. Pour quatrième année, l'écriture, copier une phrase, reproduire se dicter un mot ou une phrase. بالنسبة للقسم الخامس والسادس في الرياضيات دائما في ثالث يوم ديال اسبوع التقويم التشخيصي عندنا حساب مجموع وفرق عددين عشريين على الا يتعدد ارقام الجزء العشري رقمين. حساب جداء عدد صحيح في عدد عشري على الا يتعدى الجداء 5 ارقام. Pour le lexique 5e année, on a l'objectif pédagogique, c'est reconnaître les noms de quelques animaux, légumes, fruits, fournitures scolaires. Et pour 6e année, on a utilisé le dictionnaire, reconnaître le suffixe et le préfixe. Le 4e jour, le jeudi 13 septembre 2018,
دونك لو نيفو 3 اني بالنسبه للقسم الثالث راه هذا كيعرف تغيير وما يمكنش نمرروا الروائز الا ما درناش واحد المراجعه الشامله للدروس اللي تعرفوا عليها خلال الاقسام السابقه. Pour le troisième année, ça c'est pour le quatrième jour d'évaluation diagnostique. عندنا قراءة الساعة وتعرف القطاع والأوراق النقدية. بالنسبة للقسم الرابع عندنا تعرف وإنشاء زاوية قائمة مستقيمين متعامدين الإنشاء ديالهم وتعرف وإنشاء مربع مستطيل ومثلث. Donc pour l'expression orale, le niveau 3e année, c'est saluer et remercier, citer par ordre les jours de la semaine, distinguer et nommer des couleurs, des fournitures scolaires et des fruits, des légumes, des animaux, etc. Pour le niveau 4e année, toujours la matière expression orale, c'est se présenter, citer par ordre les jours de la semaine et les mois, produire des énoncés oraux heureux exprimant des actes de langage à partir des situations de communication. بالنسبه للقسم الخامس والسادس في الرياضيات عندنا لي زوبجيكتيف ديالو هو انشاء مستقيمين متوازيين او متعامدين باستخدام الادوات الهندسيه، انشاء بعض المضلعات الاعتياديه بمعرفه ابعادها المربع المستطيل والمثلث. Pour la conjugaison de 5e année et 6e année, pour 5e année, employer les pronoms personnels de conjugaison, conjuguer au présent, au passé composé et au futur, être ou avoir et quelques verbes usuels. Pour 6e année, conjuguer les verbes du 1er, 12e et 3e groupe au présent, au passé composé et au futur. دونك راه ما يمكنليناش نمرروا الروائز الا بعد ما كننجزوا واحد المراجعه شامله لجميع الدروس السابقه. Le vendredi 14 septembre 2018, donc c'est cinquième jour de la semaine diagnostique, d'évaluation diagnostique. Donc, بالنسبه للقسم الثالث عندنا في الرياضيات الهدف هو ترتيب ايام الاسبوع والشهور الميلاديه والهجريه. بالنسبه لو نيفو 4e اني القسم الرابع عندنا كنخدموا على الهدفين قراءه الساعه وترتيب ايام الاسبوع والشهر. دونك بور 3e اني لا ليكتور ايدنتيفيي دي غرافيم اي دي مو سامبل ليغ لي سيلاب اي لي مو سامبل. دونك بور لا ليكتور دو 3e اني identifier des graphèmes et des mots simples, lire des syllabes et des mots simples. Mais pour la quatrième année, identifier des syllabes, lire des mots et des phrases simples, mettre en ordre des mots pour obtenir une phrase. بالنسبة للقسم الخامس والسادس في الرياضيات، إذا ملي كنكونو كنعبئو الكاي جورنال كنديرو في لي زوبجيكتيف بيداغوجيك تحويل وحدات قياس الطول او الكتله او المساحه او الساعه باستخدام جدول التحويلات. اذا كنديرو تمارين كتخص هذا الهدف. هذا بالنسبه ابروبو دورتوغراف دو 5e اني او نيفو 5e اني. دونك ابليكي لي ريغل ديكريتور دي نون فيمينان دو بلوريال دي نون اي دو لا ديزينونس دو فيرب. Distinguer entre A et A, préposition, et, EST, ou et ou, avec accent, sans et sans, avec T, C et C. Donc, pour le niveau 6e année, c'est appliquer les règles d'écriture des noms féminins du pluriel, des noms, et de la désinence du verbe. Distinguer entre A et A, et, ou et ou, sans et sans, C et C. Trouver le pluriel des noms. Donc pour le samedi 15 septembre 2018, sixième jour d'évaluation diagnostique,
بالنسبه للقسم الثالث في الرياضيات كان الهدف لوبجيكتيف بيداغوجيك هو قياس او مقارنه او ترتيب اشياء حسب طولها او كتلتها. بالنسبه للقسم الرابع تعرف على وحدات قياس الطول والكتل والساعات. اذا الرائز اللي هو غنمروه ديال الرياضيات هما اللي كيخدموا هاد لي زوبجيكتيف بيداغوجيك ديال لا سيمين ديفالياسيون دياغنوستيك. بوغ ليكريتور 3ايام اني سي كوبيي اون سيلاب ان مو. بوغ لو نيفو 4ايام اني سي كوبيي اون فراز ريبرودوير سو ديكتي ان مو ان مو اون فراز. بالنسبه للقسم الخامس والسادس في الرياضيات عندنا حساب محيطات المضلعات الاعتياديه مربع مستطيل مثلث. و بوغ البرودكسيون اكريت بوغ بوغ 5ايام اني لو نيفو 5ايام اني سي روميتر اون اوردر لي فراز دان تيكست كور ديكريغ راكونتي او كومبليتي سيتادير لو ديبي suite fin d'un récit à partir d'éléments fournis, mots, expressions, phrases. Pour sixième année, le niveau sixième année, remettre en ordre les phrases d'un texte court, décrire, raconter ou compléter début, suite, fin d'un texte. Quand maintenant, درس اللي نزلت اليوم يكون مفيد وتعينكم على تعبئات المذكرة اليومية خلال الأسبوع ديال التقويم التشخيصي، الأسبوع الأول ديال التقويم التشخيصي بروميير سومين ديفالياسيون دياغنوستيك. بوغ دوزيام سيونس كنمرو الروائز ديال الرياضيات ولو فرونسي، وعاد باش كنديرو أسبوع ديال الدعم بناء على نتائج الرائز. والسلام عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي البصمه لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه ديالي، وكتبوا لي التعليقات اللي عنده اي غموض ممكن نجاوب عليه، ونزل لكم الفيديو اللي بغيتو نتوما، يعني اقترحوا عليا الدرس اللي نتوما باغيين. هاد الدرس اقترحوا عليا مجموعه ديال الناس، وكنشكر جميع الاساتذه اللي قاموا بهذا المجهود هذا وعملوا عليه وحاولوا يفيدوا الاخوان ديالهم. اذا وكنقول لجميع الاساتذه شكرا لكم بزاف على المجهودات ديالكم، لان التغييرات اللي نزلات كتطلب منا بزاف ديال المجهودات والعمل. شكرا لكم ومع السلامه.